هادشي راه وقع راه شفناه، كاين اللي سمعنا به بحال الخرافه وكاين اللي عشناه. الى المغاربه اللي تنسمع بهم وعشت معاهم وتنعرفهم هما المغاربه اليوم، راه ديك الساعتين ما تخلعناش، راه سمعنا بانه وقع الضرب في 1031 وفي 37، وسمحوا لي نسيت بعض التواريخ، وعشنا 44 وعشنا البوفكران وعشنا الحواديت الدخيسة وعشنا 54 في جهة بجعد واتزم، وعشنا الشيء اللي وقع اللي قال في ديك الوقت في الدار البيضاء في 47، وعشنا المصيبة اللي وقعت بالنقابيين في ديسمبر 52. فملي كنا تنخرجوا نتظاهروا ونقولوا يحيى الوطن يحيى كذا، ما كان في يدينا لا مسدس لا حتى حاجه، بين كنا ربما كان فينا الواحد بعض تيود تاع الاهل ديالو ويرجع. يا سيدي المغاربه ما غادي يكونوا شي اليوم قل من المغاربه البارح، ولكن اذا كانت الشعب المغربي اقل وطنيه واقل غيره من ابائه واجداده ومن الناس اللي عرفتهم واللي هما من الجيل ديالي، انا تنقول له حذاري حذاري، إلا ما فكيتيش الآن صحرتك اليوم راه ما نعطيك شي 5 سنين حتى ترجع مقلص الظل ضعيف الكلمة ضعيف الوزن منعدم القيمة. فبحيث شعبي العزيز هذه المسيرة سوف تكون تاج آخر في أكاليل التاريخ اللي انت حمله على ظهرك واللي هو ثقيل، ولكن مصاب الأثقال كلها تكون ثقيلة بحال الأثقال ديالك شعبي العزيز، لأنها هي أثقال نتاع الأمجاد نتاع الملاحم.